يتساءل السويسريون هل بإمكانهم في زمن جائحة كوفيد-19 الاستمرار في إقامة حلقات تناول طبق الفوندو التقليدي من دون أن يشكل اجتماعهم حول الوعاء المشترك وتغميس كل منهم قطع الخبز في الجبن المذاب عامل انتقال لعدوى فيروس كورونا المستجد. وشغل الجدل في شأن هذا الموضوع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، واقترح أحدهم مثلا على سبيل النكتة ومن باب الحرص على التباعد الاجتماعي أن يستخدم المتحلقون حول القدر المشترك صنارات صيد لينتشلوا منها قطع الخبز المغمسة في الجبن السائل. Le gène pathogène du Covid est tué à 50 degrés et la fondue est cuite à 80 degrés. وحرص منتجو الأجبان السويسريون المنضوون في اتحاد سويس تشيز ماركتينغ على طمأنة المتخوفين، فأكدوا أنهم درسوا المسألة من كثب وخلصوا إلى أن لا خطر محتملا في انتقال العدوى بواسطة فوندو الجبن.